الكرام في كل مكان، تحية من القلب ولمتابعينا كمان على قناة ايجيبت وان. النهاردة من خلال مسابقتنا الغنائية هيكون معنا مجموعة من الشباب الصاعد، واللي هيسمعنا أغاني لزمن الطرب الجميل، واللي هيكون الحكم الأساسي في نجاح الفائزين إن شاء الله معنا هو حضراتكم من خلال دعمكم والكومنت كمان المشاهدات بتاعتكم واللايك. كل ده وهنشوفه مع بعض على ايجيبت وان. ودلوقتي هنسمع معاكم عمرو نعيم 27 سنة. قلبي اتغير من ناحيتها، ما بقاش ليها في قلبي مكان، واما بتيجي في ايدي صورتها ما بشوفهاش ليها انا زي زمان. كنت بخاف معرفش انساها، لكن بتنسي الايام. قلبي اتغير من ناحيتها، ما بقاش ليها في قلبي مكان، واما بتيجي في ايدي صورتها ما بشوفهاش ليها انا زي زمان. كنت بخاف معرفش انساها، لكن بتنسي الايام. ما بحن لهاش وبقيت بتغير للاحساس لما ما اشوفهاش، ونرجع الوقت في يوم بيا انا ما اختارهاش، لكن دي الدنيا ومين فينا اتعلم ببلاش. ما بحن لهاش وبقيت أحسن لما ما شوفهاش، ونرجع الوقت في يوم بيا أنا ما اختارهاش، لكن دي الدنيا ومين فينا اتعلم ببلاش. ما بحن لهاش وبقيت بتغير للأحسن لما بشوفهاش، ونرجع الوقت في يوم بيا أنا ما اختارهاش، لكن دي الدنيا ومين فينا اتعلم ببلاش. ما بحن لهاش بعاني خلاص بالنسبة لي، تيجي سيرتها كده أو ما تجيش، فوهني أوامي اللي جراني، حبها ده حكاية ما تلزمنيش. وهي صفحة انقلبت في الماضي، وهقدر من غير اني اعيش. ما بحن لهاش وبقيت بتغير للاحسن لما ما اشوفهاش، ونرجع الوقت في يوم بيا انا ما اختارهاش، لكن دي الدنيا ومين فينا اتعلم ببلاش. ما بحن لهاش وبقيت بتغير للاحسن لما ما اشوفهاش، ونرجع الوقت في يوم بيا انا ما اختارهاش، لكن دي الدنيا ومين فينا اتعلم ببلاش. ورجعنا لكم من جديد، وهيغني معانا محمود عشوش 14 سنة. سألت نفسي كتير، ما
مرست يوم على ورد أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر سألت نفسي كتير مرست يوم على ورد أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر مليان عيوب ولا خليم الذنوب ولا مليان عيوب ولا خليم الذنوب ولا ولا انا جوايا ومش داري نتنم ببعض وتلتميت حاجة وملهمش دعوة ببعض ولا انا جوايا ومش داري نتنم ببعض مفهوش طريق بورد ولا الزمن ده انا فيه اضعف وحيد على الارض انا من وفين الاقيه مفهوش طريق بورد ولا الزمن ده انا فيه أضعف وحيد على الأرض مليان عيوب ولا خليم الذنوب ولا مليان عيوب ولا خليم الذنوب ولا
خلي اللي يقول يقول يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك خلي اللي يقول يقول يا با يا با يا با. مشاهدنا في كل مكان، يا ريت نكون انبسطنا النهارده من الاصوات اللي سمعناها. لسه في اكتر واكتر، تابعونا على ايجيبت 1.